السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر. وكانت قد أشاعت أخبار هنا وهناك على بعض المواقع وعلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن هناك خبر انتشر بسرعة وهو عن أن هاني شاكر توفي إلى رحمة الله. وننشر لكم حقيقة الخبر، حيث أكدت الفنانة نادية مصطفى أن الإشاعات التي تم تداولها على بعض المواقع الاجتماعية عن وفاة هاني شاكر غير صحيحة. وكانت قد نشرت أيضا على صفحتها صورة لهاني شاكر من داخل العناية المركزة. وقالت الفنانة القديرة نادية مصطفى في التغريدة، تقول: أصدقائي وحبايبي، أحب أطمنكم أن أخي أمير الغناء العربي هاني شاكر بخير، وحالته أحسن كثير من الصبح، وهيبقى تحت الملاحظة إن شاء الله، ممنوع عن الزيارة. وطبعا بيشكر كل اللي سألوا عنه. طبعا هاني شاكر اسم كبير وفنان عظيم معروف لدى الساحة المصرية والعربية، وكانت هناك عبارة عن إصابته بفيروس كورونا. واعتذر الفنان هاني شاكر عن الحفل الذي كان سيقدمه مساء أمس في دار الأوبرا. في رسالة قال فيها: بعتذر عن حفلتي النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وتستمعوا وتستمتعوا بالأغاني، بس ضربات قلبي مش متظبطة، بعمل دلوقتي تحاليل وفحوصات، والدكتور قال لي إني لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة، وكان السابق معاكم، وإن شاء الله إن شاء الله نعوضها في حفلة جاية. جدير بالذكر أن هاني شاكر تعرض لأزمة صحية مفاجئة أمس، ثم تم نقله على أثرها إلى المستشفى، وهو الآن بالعناية المركزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الفنان العظيم هاني شاكر، ويعود مرة أخرى إلى الغناء وإلى الفن وإلى محبيه كما كان هاني شاكر، الاسم العظيم والفنان القدير الذي قدم العديد من الأعمال الفنية المحترمة والتي تعيش طويلا. هو من مواليد 21 ديسمبر عام 1952، ومغني مصري من جيل الوسط، ظهر وسط عمالقة الغناء في مصر بسعد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، ولقب بأمير الغناء العربي. وعندما ولد كان اسمه هاني عبد العزيز شاكر، وولد في 21 ديسمبر 1950، وعمره 68 عاما، من القاهرة، وجنسيته مصري، وزوجته نهلة توفيق وابنها 2. ودرس الموسيقى في معهد الكونسرفات حتى الإعدادية، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال في التلفزيون. ولد الأستاذ عبد العزيز شاكر كان موظف في مصلحة الضرائب المصرية، توفي في عام 1970. والوالدة كانت موظفة في وزارة الصحة وتوفيت في 2009. والمفارقة أنه يوم عيد الأم، هو الأخ الثاني لكل الشقيق الأكبر الدكتور ماجد، وكان طبيب وتوفي في عام 1998. والشقيق الأصغر مهندس محمد، وهو ابن أخو الطيار علاء شاكر. حياته الأسرية، تزوج من السيدة نهلة فاروق في عام 1980، وله منها بنت وهي دينا من والدة في 1984، توفيت عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان. وولده شريف من والدة 1987. نتمنى السلامة للفنان العربي الأصيل هاني شاكر.